أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرني بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بأقيم الجيل إلى الإمام الكريم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل مني ومنك الكريم وبيت الفضل إليك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من دواعين ومن قلوب أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من دواعين ومن قلوب سأدعو بأقوى جلالي مغفرة من جبلة المناكي وجلوى من جبلة السقائي مع الكفائي وفي سمائي غافر من كل ما تقدم وما تأخر وما بينهما فإني العز وجل العلم وعمل الواجب وفهم لقي لك من ولا منافع وجب يأتي من دفع المانع اسم للأسرار والقوامدا يا غير من كسب سرا غامدا لما جميع ما دبر خلدا أتي من الخير وجب خلدا لمن لا دبر عزم يا ربي بكل وجب من خلدا يا أبلي يا أكرم بالتلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة بارك لي اللهم في آياتي وجهادي وتن الآياتي أبلي يا قلبي بجر كل من يدور ولي دعاء إلى أبي المعطي وفونا نفونا به إلى إلى من السجن والمعطي وإلى أبادي لدى جفر الجنة جرديم وجم دفون برحمة الله يا رحمن يا رحيم سهر رمضان أيد أن لا من كل كريم أكرم ولي يقول ما رم على فؤادي ولساني ويدي ولا يخرج لي غير لبيدي رمى قيدي وقولي والعمل وكان لي بما يسر من أمل ربط صلاة وما تسيمي للمتبى المعلم العليم مدى إلى خير الورى محمدي أقوى سلامي مقيد سمدي ثم في جاه العظيم خدمي لخدم سابيا جل خدمي إجا القلاب يا تكون قائما مقام جملة الخير دائما نويت في ما نوى صادقا فمن يقبل وكل كل حين وجعلني مباركا وجاه الباغي بما يسر وانقاتني من الجميل البر جعلني يمغني بما تفر أيني به ووالدي تفر أفاد بالأفاد المسير خير لا تنبي والخير ينجر لما لا الخبر معا والأمر ولي يدي وتاب فيه النهر نتع عليهم الرحيم والبر وانقاد لحبيبه والحر ينقاد إلى الجنان ذكر ويأتي إلى سواي المكر متى الذي البر له والبير ليبدو وما نحاني فيه بدا الذي لا ولا والخير ليهم اللبن وتريدين أجاب جلال بما لي سير يدعو وجري لا وزير تتيع بما لغير ذر نعابي وكالكني يدر يدع بجل ما ساتجر وسارة لي ولا أغجر أنا لن يبقي من الدكر إلى جنان وحيالي بر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله المكرم الأحد مصليا على أبيب الأحد هي جاء مجيب من الأحد مبيد من أبا وداود محمد وآلينا بالكمد وتبين إلى كل ذي دمد أكا سلاكن بسلام لا عدد لا تقين إلى عدد العدد لسمد ليس له أكف الأحد أتنوي بقلو لا وحد لو كتاب ورم ما فسدي إياك ما ترى مبيرا ما كسدي أبلي يا مرم قلبي وجسدي وأرد لي في البريات جناسدي إجابة يا أولاة مسددي وما يبغى كل تني من مددي لجد بالفتاة فجدي في سيدي يا مغني تحني لي أن مدي يدي ربي بجاه المتابة الآدي سددي فعلي وتبينا بالفندي أتل حيابي ودر لي من عندي أني سراج من جبهيم وفندي مكان من أني كل ما قلبي قصدي بدغمي أن في كل وقت قصدي أجب دعائي وتجب لي ما أودي بلا كتاب فلا إن أودي أجب دعائي وتجب لي ما أودي بلا حساب فلا إن أودي نجدك لموات يا سمد أوتني نلمنا بلا كمد أخرجني في رجل مفرقدي ليف وتنسني أبدي بغدي
على المتارج الفعالي رجالك المجي من الأغلال
جلالي والآل وجميع إجلالي وجي صلاة بسلام عالي إلي ودأت بالمعالي أصحابي قديس بالإسلام وبهم نعاجل الأسلالي لجنبهم بدر الأدى هلالي ونجني بهم من اعتدالي لجنبهم بدر الأدى هلالي ونجني بهم من اعتدالي نجد عقدي بهم وخالي من اللغة وجب الانتقالي نقد قلبي مع الأوتار لتقل القدرة كالآثار اجعل فؤادي بك تستقالي به ونزفني من الأدبار بجد في الإخراج والإدخال ففيك يا أكرم حقيقاني إلا يزم ما غاب عن أمثالي يا واحدا جل أجل مثالي ليكتب الكرم في توالي فزد يقيني ونجد نوالي أتقى يا أنبياء ما أسخالي واكتب يا غربك الأسخالي لغائي أتجب في الأفضل بلا تناجب ولا قتال يا الله ذا الجلال والجمال تلي بتلي من هذا الكمال دعوة من نجيت في الفعال أنا لمن نفاد كون عالي إنه هو السميع البصير ألم قل الله المخرج شمل على عقب السماء من غير عمل نجد مصليا على السند أتى في الخطيب مسلم الفند نبي محمد باب رسد والآل والنبي وكل من رسد أمين بحق الله ولا واحد يا زمن ليس لك فنادي إذا يتلقني أنا للمولد ووالد وسب من ريافد وجه لي الإمام وائب الآدي وأبلي البدر لنا كل أحد أنا سميع والبصير والنبد أبلي أكاديم رب من عبد لخالي لسرور أبن الكمد وسمى دار لي كل ذي نبد يقضي موائب تقيني الكمد ولي أتغل كل بار وسبد مدى الحياة يبي من وسدد وفي رداء وسرور ومدد يا من عزمتني من الأرض ردد ومن أسرد ذلك ردد أن يأمن بنجاة من أود لسر وجر وذل ما أود أبي لي اليوم جميع ما بسد من بعد أرضك مبيعا ما كسد لك ذكر يا إلهي يا حديث يا سفة الدنيا الذي لك داد بكونك عليم للذي الخدد يا من خني أنواه جنوان ودد سجد لترياء قبير يا حديم يا مالك ليس لك ولا حديم يا الله سليا على خير سند وخير ساكر من يزاد الفند رسولك من القديم من كمد وسليما وكن به يا سمد ولا مبدل لكلمات الله وجاد وجيه لجلعه العظيم واتجي من مفاتيح عظيم لو اتواجد وإن الكريم وليتوق فقما من ورم أمد وإن الباقي القديم وأرنجي من الخالق تدرم وسلي على الذي جاء بهم أميمي قديمي غير الأنيم بآلي وتبي نقود النجوم وأتعد أبدا من الرحيم دعوت بمن يفرج الهموم نيل مرامي أبدا بلا هموم دعوت به صراط المستقيم وأن أبالغ به كل سقيم لو أتوجد وأطلب العلوم منه تعالى وهو الحاج العليم قل لي دواما يا عليم يا حليم ولأتغل أبدا كل منيم لسبب كنت يا وغرى يا رحيم أكثر ما أليس المجد رحيم مدى حياتي ونزم لي النعيم وسمى دار لي كل ما يعام عند الذي لك وقمار أبلي بما تجري ما لا يريم تبجل علي ربي في علام نافع أجل وتقيني كل دهيم أنت الإله ولا عبد الله القديم الصمد الذي هو ملك يدوم ليس بوالد وما لك أرام لست بوالد وما لك أرام ولا يماثلك سرمد كريم لك خلاف يا جميل يا كريم يا من لي ما يفوق ما ارم ابلي عظيما يا عظيم بعظيم عليه سريا بتسليم عظيم ويخلق ما لا تعلمون وجهت لمن الكريم الوالي وجهي واغناني في سوالي
يجرى عيسى أقوالي والأخذ والأعمال كالحوال عبادك الملايين الجلال ليواجد لي بالحلال ليجاد بالعلم والأموال وما يبغضنا من نوالي قد وما تجر في مقالي بعد ذكاك الهجر والأوكال مدد للأكرم في الجمال يدي وجاب موجز الأمال إلي وجال الأحسان منتي ما بد من الأحسان لجال بالأهل وبالإنسان بفضي وجاهز الأسان أكبر وبالقلب والأوسان وجاد بالبيت وبالإيسان تكلم من القادر الفعال لما يريد من الأفعال على الذي قد مدوى أسقالي مع الفلاوة والأدخال لجع عرب القادم الأوجال منجي قديم من الأفجال محمد وآله لآله وتربيه بالحال والملال وزين الجين ودمال الوالي مليك حج الآجال في سوالي ناجد بالأرض والأقوال ورحمن الأعمال كالأحوال أكبر الله ونعم الوكيل أمد ربي بنعم المولى مصلي الأجل الذي بي أولى ربان رب قطباني جولى ورمى أقضي ورمى القولى بمن بأمي نسيت الليلى وذابا وفدة وخيلى نبي الذي يسوق نيلى به إلي ويقين الكيلى أحمد من زار نهاري ليلى بهبي وقد أداء الليلى أدى ربي أزواج الخيلى بجاهي وليجر سيلى لو ارتجت ويقين الأولى بي كما بي وقاني سولى لو أقل بي ويقين الويلى بي كما بي وقاني الميلى أبلي آيات منك نيلى بجاهي الجفاج الهيلى وزي بجاهي إلي تولى يتوبني وليتيب تولى نجيتني وليزمت الأولى بجاهي ما ليجر حولى أنك رديد وأوب أولى لك بي وقد نبت الحولى متخياتي وانفع عني عيلا واسم جنابي بي والزيلا أسبت عني يوم غير الأولى أبني ثلاث في رضا والأولى لأرقي الذي أقال خيلا واتقني سخاوة وخيلا وجي في جاي المتبادي نيلا يكفي الكتاب ويقيني الكيلا غدابك الآلي كفاني تولى وعزة وعملا وقولا بما في فتني كفاني جولا يا من بفتني كفاني جولا خلي على وسيلة بي أولى لو سلام اكتبا يا مولى وليتقن ما يسول سولا ولغ المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وجهد وجهها لرب الأعلى مصليا على نبي أعلى لوى كتاب يا وفق القبلى أني وتذري فيوج الوفلى أديتني فبي رب الفضلى وبي بدر وليت الأزلى أريتني نجا اليقين السبلى ما أودعني الأذى والخبلى لو كسفوري في طريق المثلى يا وائد الذي يهاجم الله مددت لي ما لا يداني جزلا يا من كفيتني سخاوا فضلا تقي جمادتي وابني فضلا تكفي بي رب جنابي غدلا سفي جمادتي وابني فضلا تكفي بي رب جنابي غدلا لك توجد انا تلقلا كما على تلقلا لك توجد انا تلقلا كما دوا كما على تلقلا أجبتني بما أزال الجهلا وفي بسر الإماء والأهلا وفي من جلا يخلي العنا ورد الكلا وسري ما دوت وعاد سلا أني بغت بالنبي القبلا بي كفيتني سقا والقبلا لك تبارك سبيت الأسلا أني كما نفيت عني الإسلا أنت الذي أتت عني الحجلا وليك من قبل أفل الأملا أتب أنك تقف البسلا أني كما لي تسوق البسلا يسوق للرزاق من الأقلا إلا أن يزفي بدني والأقلا
قنوات لم يزيلوا الأكلا إبادة وكفاني سكلا لو أخذ بي واتا فنزا في غربتي وفي يضيل النزلا شقلي يا رب فلا تنزلا بجاه من أسرى وما رسلا محمد من يعتلى مجلى طلع لي في الكرام كلا إجابة من قادر قد جلى يسير الكل كثيرا جلا وجد عملي نوالا جزا بي تقيني سلما وعدلا أنت الذي إنك أحب القلا تسوى عند من أحببت قلا تدعو بعد وقت تقصى ولي على وجه فوق عزا وجد من يقع يقيني عزلا وكل ما يدوني وقلا أكتب لي الذي ينيم الوصلا وما يترني ويكفي الوصلا يا حياة لا تزال ظلا للعالمين وتقيني سلا أخرجتني في البر يا من جلا يا من لي وجهي مراع إلا رديت عنك مثنيا متلا فنوير الوادي بي وتلا دم نسرا لك ينفي قتلا يا من كفاني من أدام ومطلا وجد من ما يسير تلا ومن عظيما قد يكف كلا أبلي فراقي ما دوم تبلا ولج أي كتاب ربي حبلا وجه إلي ما يقوم الحق حدلا عن سواب ويديم العدلا جبتني إجابة قد كلا أنا أتواك وأزلت الكلا لجل بكل يا من عليك دلا بحجة واجهة نادلا أن يمنا بدليل أجلا يقي يدي وكالكري ورجلا زني يا واب يا من فلا سلاح من بارد ليفا فلا يسرا وتوفيقا وكفا قتلا أني ومن عاجنا بي فلا زد علامي والهدى والفعلا وأدبي أتى قدوت وعلا أنت الحكيم ليكوي الأحلى ومركبا بكل يقين الوحلى لك بحالي ونفيت الجهلى أني وفي الفهمتي والألى أتت عني البلاء والحملى فاجمع إلي يا قدير شملى ولي يا من لم يزل مذلى ولي الجملة جمعنا ذلى يا الله يا رب البلاء يا أعلى اكتب سلامك لعبد أعلى محمد بكل من قد صلى يجيك الكريم يا من جلى أثبت الله ونعم الوكيل أمد ربي على المقتدر وآل بدر سبيل سيري فبعث ربي العزيز البري من يراد كل من يباري يا آل بدر زادت الأخيار أطايرين من جل الأخيار ناجد ربي أمي في داري وسانني بمن لبداري أسمعهم إن الغدا جلاري وجنتي أماكن القدار أجارني الله بي من عاري ولنعدا يرود بالإسعار لذي الجلال الواجه القهار كل بي بسر والديار لو أخذ بي على الأسرار ولي في مجاد بالأسرار أبلي يا واب بالأبرار قوم يا فوق يا بسرار وقيتني مكاج الفجار وجدتني في بيت جار ناجد غير حافظ الغفار وميل كل جائج الغفار ناجد غير حافظ الغفار وميل كل جائج الغفار عني ما غيب في أسبار وراجل المبارك الغفار ملكني ما قاد من أذكار وزور بالأعمال والأفكار أذكر وإنسى في النار والليل بالإضرار والإنجار لذكر يزور ذوي الأنوار وراجع عند ذوي البوار وسعت بالمنطق بالجبار ولا أناجح ذوي الجبار ولي لو بالمنطق ذكار ولي بي يجود بالأفكار يا ربي سليا على المختار وعلي وسبيل سير لكم بي في دوري وداري
ونجني من جبريل قدري سبل السلام تعدو رب الخالق الكونين الأكرم المدبر بالمنين بعرمج ربي غد الخيرين بعرمج الاثنين تلبترين لو أخذ بموقدا بالعون وبرجع عاجلا ذاتوني وكم سلام الكريمين الكوني بالآل وتبي وقربوني لجنب ما يزاج الخمين عني والعارين والحمين سلم جناب يا من العارين وابلي الامان في الدارين يرد في المختار اهل المين فجب لو اهنية الذهمين اغتل لمن بعث في الامنين عزيز المولود في الاثنين محمد يا خالق الكونين اكا صلاتك مع المنين الف لام من غربة الروم في فتن الارض الحمد لله الذي لي غلبا عدا واليمين وسلبا لو اتقى بها مصليا على من اتبعه واداه فعلا